طيب انت ايديك كبار، ما عم تترك لي محل حط الورق. حكينا الدغري، إزال تركك هون ما هيك مشان تراقبيني؟ شلون عرفت؟ ريهام سارتونا دائما بالخدمة سيدي. شو هالمعلم هذا يا؟ يعني لو الظروف مختلفة شوي. قولي له ما يضغط عليك كتير. انت ما بتاخدي اجازات؟ لا والله المعلم ما بيعطينا. ولك بموت من المعلمين لأجله. الحكي سهل على اللي مثلك، انت نجحت قررت تصير معلم وصرت. وانت صيري تفوتي مع شريكة؟ ماني ذكية هالقد. بصحة الأذكياء معلم. شو رأيك نعمل شيء أنا وياكي؟ أه؟ مثل شو؟ جربتي تهربي؟ عطول كنا نهرب من المدرسة. ممتاز كتير، معناتها منهرب من جن مع بعض، مننبسط لنا شوي، منوقف اللعبة يوم. أه؟ ما بيصير، معلمي بيشيل عيوني. إذا عرف، بس إذا ما عرف شو بيشيل؟ شو رأيك؟ ما بعرف بصراحة، حلال ميو لاتياب بيغروني. يلا تعال. لا أنا بطلت أنزل على المسبح. ليش؟ لا تكون ما بتعرف تسبح. بيذكرني بشي سيء ريهام. شو صار؟ حبيبتك تركتك بالمسبح؟ ايه على أساس بدنا نطيش شوي، مو أخذنا إجازة؟ بس نحنا ما أخذناها من اليوم، حتى من الماضي كمان، مو هيك؟ والله الحق معك يا ريهام، جايين ننبسط. اليوم نحنا لازم ننسى كل شيء، بس أنا لازم لاقي مساعدة. أنا ما بعمل هيك شغلات. كنت لك ما أخذنا استراحة يا بنت، وبدنا ننسى الماضي. يعني يعني اللي هاي مو محسوب. لك ليش كل هالضحك يا بنت؟ ايش بدنا نبكي يعني؟ خلينا ننبسط شوي. تصوري لو كل ايامنا هيك. لا لا تحلم، لانه الحياة مو منيحة كل هالقد. مزبوط. ريهامو الحياة دائما ما بتجي مع الواحد غير عكس ما بيحب. صحيح المحل بيخليني اتغلب عليها، بس ريهامو لو ما تنازل جنكيز عن المحل كانت هي واللي فيها وجنكيز تحكموا بهالمنحوس، ولا احلى من انه نكون فوق مليانين. خليكي عندي لك ريهامو، بزماناتي عرضت عليك هالشي بس فضلتي ازيل. بس الشي اللي حابب اتاكد منه ومن زمان محيرني، على ايدين مين تخرجتي؟ ليكون على ايدين الخال. ليش؟ شو خالك خالي؟ بيمكن بتصير. لو خالنا هون اكيد كان قالك المشكله مو بمكان التوقيع ابدا بنت اختي. المشكله مو كيف رح تجي لهذا الطرف بنتي. شو المشكله لكان؟ المشكله يا ريهامو الهدية اللي راح تجيبيه وقت اللي تجي لعندي. هدية؟
هدية شو بقى؟ هالهدية يا عمري تضمن لي عدم رجعتك لمدرسة الخال.